بايدن وبين نتنياهو بسبب اجتياح رفح. تمام؟ ومن حوالي ساعة وكالات الأنباء قالت إن الأول مرة من شهرين جو بايدن هيكلم نتنياهو. تعرف إنه من شهرين كان واقف معاه الكلام لما قال نتنياهو قال له أنت تجاوزت الحدود بالضرب في غزة. ونتنياهو طلع في تصريحاته النهاردة قال إن أنا ما كلمتوش من يومها لما قال إن أنت تجاوزت. قال من يومها أنا ما كلمتوش. بالظبط، هو بقالهم شهرين. النهاردة دلوقتي من نص ساعة هيصالحوهم على بعض. مين هيصالحهم على بعض؟ لا مش هيصالح، ده جو بايدن اللي طالب الكلام ده. نعم. وأنا هقول لك ليه. النهاردة يا أحمد هي دي تمثيلية يا فندم. هي تمثيلية يا فندم. لا 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 معلش. ليه؟ لا 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 مش تمثيلية. مش تمثيلية؟ أولاً جو بايدن النهاردة في أسوأ موقف له واحنا في سنة الانتخابات. الانتخابات النهاردة جو بايدن متأخر بست نقاط عن ترامب. نعم. الشعب الامريكي لأول مرة متعاطف مع الشعب، مش مع القضية، مع الشعب الفلسطيني. نعم. امريكا النهاردة بتقول وانا بدفع فلوس وضرائب نعم. عشان تدوا اسرائيل اسلحة تموت الشعب الفلسطيني. نعم. وعشان كده النهاردة طبعا جو بايدن عايز يصلح الامور. نعم. فاولا هو بعد بلينكن الاسبوع اللي فات وللاسف لم تنجح زياره بلينكن انها تصلح الاوضاع، واولها انها توقف الهجوم على رفح، وثانيا تعيد نقول ايه المفاوضات. فعشان كده برضو من النهارده جو بايدن امر ان هيطلع ويليام بيرنز انه هيجي مصر يوم الثلاث، رئيس الاستخبارات، مدير استخبارات السي اي اي. وهنا عايزين نوضح حاجه، طبعا رحت امريكا كتير وعارف مدير استخبارات السي اي الامريكيه هو اللي كده بالبلدي بيجيب اجوان في امريكا. انت اظن شفت امبارح، وانت شفت الحوار اللي حصل مع بوتين. وبوتين قال ايه على السي اي اي؟ وان السي اي اي بتعمل انقلابات في العالم وتعمل اللي هي عايزاه. طب فالنهارده لما جو بايدن يبعت بيرز يوم الثلاث اللي جاي ويقعد مع ليو عباس كامل. نعم. ويقعد مع بتوع الموساد. نعم. ويقعد مع رئيس وزراء قطر. نعم. كل ده لان الناس دي عايزه تنهي العمليه في الفتره اللي جايه. لان انا عايزه كده بالبساطه عشان الناس ترتاح وتهدى. النهارده لو وصلوا الى اتفاق ايقاف اطلان، اذا الموضوع هينتهي وهيقف. نعم. تمام؟ لا هيبقى في غزو الرفح وقناه السويس هتشتغل. وبعدين النهارده الدنيا اللي قايمه في العراق، لان طبعا ثلاث جنود امريكان قتلوا في النقطه 22 في الاردن، وبدات النهارده امريكا تضرب في العراق. فالعراق النهارده فيها مشكله كبيره على السودان، رئيس الوزراء ان الامن القومي العراقي انتهي. يعني الدنيا انا عايز اقول يا احمد كلها مهيبره كده بالنوع البلدي. طيب معلش معلش قبل ما نروح للتفاصيل في النقطة دي مهمة. لو النهاردة خلينا نطرح سيناريو، النهاردة قرر السنوار أو قيادات حماس أدي الرهائن بتوعكم ويلا، وهو قال لك لو سلمونا وعملوا كذا هنوقف الحرب، مش ده ممكن ولا ده مش ممكن، ولا أنا محتاج أقتل ناس تاني؟ لا لا، هو الموضوع دلوقتي إن أنت عارف إن كل طرف متشدد بأقصى حاجة، وده شيء بيتم في المفاوضات. جميل. السنوار بس في شعب بيتقتل. بشعب بيتقتل، انا فاهم. ما احنا بندور النهارده على الشعب اللي هو النهارده نايم في خيام وعنده ومش لاقي لا اكل ولا شرب ويموت. بالظبط، واحنا عاوزين نوقف هذا الكلام. بالظبط. النهارده هو نتنياهو مش عايز ان في يبقى في هدنه، صدقني. نعم. نتنياهو ليس من صالحه الهدنه دي. هو ورئيس اركان ومدير الاستخبارات الاسرائيليه. على الطرف الاخر طبعا حماس عايزه يبقى في وقف دائم لاطلاق النار. كويس. فاعتقد ان المجموعه اللي جايه دي يوم الثلاث وهنشوف. نعم. ان هدفها لا لازم نوقف اطلاق النار. نعم. لان لو عنا هدنه في جزء من الرهائن هيروحوا. وفي جزء من الاسرى الفلسطينيين اللي في سجون. نعم. اسرائيل بقالهم سنين. نعم. هيطلعوا. تمام؟ في تهدئه للقتال. نعم. الكلام بقى التفاصيل هي اللي عامله مشكله. حماس بتقول انا عايزه وقف دائم. نعم. اسرائيل رافضه. نعم. هنا ممكن نخلي مرحله انها تبقى مثلا لفتره 45 يوم، رمضان داخل على الفلسطينيين، حرام. نعم. البهدله دي ونخش في رمضان. نعم. فعشان كده هناك انا بقول ان الاحتمال اللي جاي في هذا الموضوع ان يبدا، وبعدين المكالمه اللي هتتم النهارده بين جو بايدن
وبنتنياهو اعتقد مش هيبقى طلب، هيبقى امر. انا عايز اشوف اللوحه اللي بعد كده. طيب كمان قبل ما نروح للوحه، هو الامر ده ليه ما حصلش من يوم 7 ويوم 10 او بعد شهر او بعد اسبوعين؟ هو مين اللي بيدي، مين اللي دافع الفاتوره لاسرائيل؟ مش امريكا اللي بتدفع الفاتوره؟ لا بتدفع، هي اسرائيل الفاتورة بتدفع حاجه؟ بتدفع الفاتوره اه، بس خد بالك النهارده احنا برضو هتلاقي سي ان ان او الواشنطن بوست في اللوحه الثانيه بتقول لك ان كمان امريكا ما عادش عندها قوه الضغط، اللوحه الثانيه على بوست. اسرائيل زي زمان اه، ولكن برضو احنا عاوزين ناخد بالنا نعم ان برضو ما زالت امريكا لها اليد العظمى حتى لو كان. فعشان كده انا بعتقد ان المكالمه اللي هتتم النهارده نعم بين جو بايدن ونتنياهو نعم مش هتبقى زي زمان لما بعت له وزير خارجيه وقال له اعمل واعمل، لا المره دي اعتقد ان هتبقى الامور مباشره، لازم نصل الى اتفاق تهدئه وقف اطلاق النار. نتنياهو قال لبايدن ان انا مش هوقف، ايه اللي امريكا ممكن تعمله؟ لا الامريكا ممكن تعمله، بص الموضوع الفتره اللي جايه، اولا انت عارف انهم وقفوا الاسبوع اللي فات دعم لاسرائيل كان طالع تحت بند ان هو طالع مع اوكرانيا فتوقف الاثنين. وطبعا امريكا ما تعوز تعمل اللي هي تعمله. نعم. وجو بايدن عنده برضه انه يعمل يدي قرار خارج لكن ما ادهوش. كل دي برضه ارث تويت نعم. وكندوه. نعم.